الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، في دايما خطأ شائع بيحصل عند ذبح الطيور والحيوانات. طبعا اللي هو لما المفروض انك لما بتيجي تذبح تذبح الحلقوم والمريء والودجان اللي هم العرق دول. بس الخطأ اللي بيحصل ان في ناس كده بتفصل ان الراس، بتفصل الراس عن الايه؟ عن الجسد. لا، ما تفصلش الراس عن الجسد في الاول خالص، لان انت مجرد ما تقطع دول خلاص هي كده فاض روحها لا بريئة، اللي هي الدجاجة المذبوحة دي أو الشاة المذبوحة دي. بس لما أنت بتسيب الرأس ما زالت ملتصقة بالجسد، المخ بيبعت رسائل القلب، أنا مش وصلني دم، أنا مش وصلني دم، فيبدأ القلب يحاول يضخ الدم، يضخ ليه؟ الدم عشان يوصل لليه؟ للمخ. ففي ضخته خلاص ما بيلاقيش فيه مخ أصلا، الرقبة مفصول، فالدم بيبدأ ينزل، فيبدأ المخ يقول للقلب يبعت له إشارات أنا مش واصلني دم. يبدأ القلب وكل الجوارح بتاع الدجاجة المذبوحة أو الشيء المذبوح ده يحاول يساعد القلب عشان يضخ الدم عشان يوصل للمخ، خلاص فبيبدأ الدم يطلع مرة على مرة. يفضل لما دم البهيمة دي أو دم الحيوان ده أو دم الحاجة المذبوحة دي يبدأ، لما يبدأ يصفى، يبدأ يصفى، وده الدم المسفوح اللي ربنا قال عليه، ده الدم المسفوح اللي ربنا قال عليه. أنت بقى طحت الراس خالص، ما فيش إشارات، خلاص ما فيش إشارات ما بين المخ والقلب، فخلاص الدم اللي هينزل هينزل، والدم اللي بقى يفضل في الايه؟ هيفضل في جسد البهيمة أو في جسد الشيء المذبوح ده. وده طبعا لا شك ولا ريب إنه ضرر على الإنسان، ضرر على صحة الإنسان. فأنت ما تفصلش، خلي الدم القلب يضخ الدم كله لحد ما الدم بتاعها يصفى كده بلغتنا كده، الدم بتاعها يصفى كده، افصل بقى عن الايه؟ افصل الرقبة عن الراس. لكن في البدايه لا، اصبر شويه، اصبر شويه وسيب الايه، ما تفصلش الراس عن الايه؟ عن الجسد. والله اعلى واعلم.